بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ولا ليال سيد هورا لدن كل شيء عاو حمرت النواقع الشيخ عبد الناصر حاتي أحمد ورنتي دك بدن كذا يقنان محاضرة إنه تجدين دونا إيوان كم محاضرة دونا وحوي أسبابها أما سببها أمدها هلاقة أما بابئية ورنتي آدو كوبن مركي إن شاء الله تعالى موضوع عنوان كي محاضرة ده شيخ أنو دين دونا فليتفضل شيخ مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إن شاء الله تعالى وقت غير كوبان يعني هل كان فردينه وحين كهذا دونا حديث رسولك صلوات الله والسلام عليه كم ده أيينو إن شاء الله وشتل تاقي دونا نبي الله محمد صلوات الله والسلام عليه وحكستا وبلشدا دنتي دا وكهضي صلوات الله والسلام عليه وحكستا خير قجره ومصلحة دا يدنتا ومدا وقيحة وحكستا شرعة ونبعة وهلاقي دا يدباتي دا كسو غنى وكهضي رسول كين محمد صلوات الله والسلام عليه وايو وحلوسو دجي الدين لما استران وإلهي سبحانه وتعالى القرآن كسكولي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مركوا الدين كامل لما استران وأنو باهنين وحلو داروه أما وحلو قوكتو. حديث كاس ابن ماجه وري حاكم با رسولك صلوات الله والسلام عليه وحلي عبد الله بن عمر مال معلمها كم إذا رسولك أي نو يمي مركاسو هذا النو تشيدي شنق ضب أشيغي. يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. شن أمورات هذين سواها ليلان إلهينا وحن كم أنقلي إن أرماد إن هليلان أرنتوا أدك تيوي شنطة أمورات ورسولك شيء صلوات الله والسلام عليه لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذه زنادة يوحيابا حنحنة فاحشة اللوات كي يوحي ويسوق لياني هذه أي ضدك موشستان أو قوم أرنتا أو سمييو وبنانك أو صوب حضوه وحويان قوم كاس وحا إلهي سبحانه وتعالى كردا حنون أي عضره أن ضدك يكور يكود عشرين أي يكود عبو رسولك صلوات الله وسلام عليه. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجو الأديان. هذه أي قرانك أي ميزانك وحيابا هالباقي أي راشينك أي وحا لغو ميزان هذه أي ديمان ونقصاميان وحا إلهي سبحانه وتعالى كسر لدا وحا لده أبارا إلهي كسر لدا إيو نلوشو قوات كاتا أسعارتو غالي قرودة إيو حكم ظلمي أي إليك عن توقليا. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم تمطروا. هذه أي زكاة بحين وايان وأي كمن عيان ضدك حق أولها إلهي سبحانه وتعالى لبعد الروب كأيو تشوشية وهذه وحيابها ما يران كأن يجير إلهين
دروب الله مشوين. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم أدي بريان إلهي سبحانه وتعالى بلن كيسا يعهده رسولك وحا إلهي كسلط عدو بإليك عن توقلي أو وحي هايستان وحكم ذاك قاضة. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم هديدتك ما لاحظ أوه أنا شرعي إلهي وحكو حكمنا إلهي عقاب لحوظ لقاء. حديث كاس هو حديث عظيم ابن ماجة وريد درجز وحسن قضبلا وكهل لو حنغون كرا حديثك قاعدو قرآنك وإن بضن كورهم أيوه أيوه حكم إذا الشيقية قاعدة سوحيتها هي وحيابها دعية بلشدة هدي قول كوي مادة أبارها أولادها وحيابها لباتال فرها بنا دعاه سببه هذا وحكم ده ذنوب تا يم عاصدة تكوي جليا وقاعدة عامة يلا ودي عكرت مارك قار كودنا قف كمو من كائن لامتحامه وسجارنا سدرجات كيس كرلا وقاضه لباتا قار لو مريانا ودي عكرتها لأن قرآن وصغية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يعني واحد كل دعية لباتوينة وواحد كسبتين ويدنكو الله تمادين وحبدنا الله سبحانه وتعالى ورافية وصحابة رسولك أيام مارن تؤحد واتكوطة لرقسنتهين مركة ولا لك عي أو شبك سوء قاري أرنتا ويقروا سنوائين وحيدا هذين حقي نوغات مارنتني أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم أرنتنا حقي كتمي فتودي والسيي ماشي وحكي ما دنبا الله شيقي ونفتينا ونفتينا أي الله لي سبحانه وتعالى قاعدة القرآن الصغية ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون وحيابها دعية وعوية مقضة أما بضع بركة مقضة وعوية ووحي تدخل أي سمين يانو عقاب لمرين أيو وحي سمين وح كم دعون لغاب القديو زينب بنت جحش رضي الله عنها ما كم ده هبين برسولك أو صلادي وركوا قولك شيء فيا صلاة ما يقعان صلاة الليلك رسول قواه الله صلوات الله والسلام عليه خطر بو شيء وكدي جي صوص عطاه يا جوج يا ما جوج بعد واتين لسود عيو أرماس كشي كي أنها لك وفينا الصالحون رسول كلا يو ميانا لها راقيا يغي نقول شيران ضدك صالحين تها هابوش صالح علي هذا وقفك يسوق نفان وتوصن إلهي عابودية تدين كدين تكم وقته مركا صالح يا مصلح فرق وأول حياة ومصلح يا هاي وأنا هيك سن يا هاي خير كانوا كشقيني هابو يريوها دي خبث كبطو حمانتو هطي بضطو وليس هلاقة يا أبو رسول الله صلوات الله وسلام عليه مركا حديث كانتين أنا أقولين بالفافاين تيسا عموما وحينو سوقينا ودين تونو عضينيسا ذنوب تأي معاصيد قفك بني آدم كأوحى هلاقية إباب إياه جريتان كيسا يكيان كبلشو يضطبا ومعاصد هذه سقو الله شيقه ومعاصيد ما هدبا تدهد آخره وكلئه إن قفك وعذابه قليه لكن وحكينا كرتا إنه قفك رزق حتى لسين لها إنه معاصيد سببت إنه واده سرسوك إنه شيقه صلوات الله والسلام عليه إن الرجل لا يحرم الرزق من ذنب يصيبه قفك وحدي كرتا إن وح رزق لغا من عيوه ذنبي وكد عي سببتي وحي كان يسام عاصده إن وحي إلهي كسية قلضة النعامة هي ستي عفمات بالغسية مال بالغسية إيمان يدين بالغسية أولاد بالغسية قلضوا يفربانت وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمتها إلهي كسية هديئة شكر نقي ويدو ووحي أي كام مطنيد نعمتو هدي اللي قاوهو ومعاسيات كو جوابتو يضع إلهي خير كسولن كسيي ولا ويا نعمتي
ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم بأن الله سبحانه وتعالى إلهي قوم نعم وسي كما زوليوه كما قاضوه إلهي وإلي ما دان وحي كيني إلي قبل دولة قاضوه وحكى رسولك نوشك صلوات الله والسلام على أدلة كسوغا مع سدقو دهان با بركة ذيك قاضي سا نوش هذا هذا علم تهي هذا أغالة تهي واحد يستطيع لك عندك وقليي وعلى غيا وحوالاك وبدر هذا بركة مالي علم بضن بضا يستطيع بركة مالي أولاد بضن بضا يستطيع بركة مالي وحكينا يا مع سداد كتشرتو يا وحكا أتكون قميصو أيا وحكا قاضي يا وحي إلهي كسيني عمتا بركة ذيك قاضي يا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وذلك إيمانك دي إلي من لهايين يتقوى خيرات بعد دون كور لو غفر الله لو يهوص لو غفر الله لكن وي بينيين وكان سائل أبو حليه وحي سميني ما نقوق مني وحي كينيسا مع سلوكو دهان با إن يقفك كان إلهي أكتيسا وكو قيمة دعوقفك ألا أكتيبا قيمة بيليسا وقفا شرف لهين بعد نغنيسا مرض الحمام ولا قنيس ومن يهن الله فما له من مكرم قفك إلهي هانيه وح شرفه وما مسهل مايه وكي رسولك الله صلى الله عليه وسلم عليه وجعلت الصغار والذلة وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري دول النماذي يدرحمه وحاكرك صلى الله عليه وسلم قفك أمرك يا خلافه مرك خلافك شرعك لخلافه أمرك لسوك لخلافه وحكسه بحي الدول النمو شرفت يقيمها يعزده يملقي ماموس وحدكوه ليسا دينت إلهي من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا قفك شرف ربا إيوناك دون يو دينت أكتر الله صمار دواغور وحرين شرتي ننكي حول دون يو حمر أقو ننكي حول دون يو حمر أقو حمر ما تقرر نيسان حمر أقو وفرسك وإذا فرسك لقود دولو جيرو حوالها لقود عاه فرسك حوالها لقود عجري فرسك حتى طمرك ولقود عجري لقود عجري لقود عجري وقال إسباب جيري دي لكن هذا نوح يولينا هاي ننكي شرف دونية ننكي وناك ربا ننكي جنة ربا دينت إلهي أقو هروم نقال ننكي ربا إن دغالو حنتو كوبا تطمع ووحي إلهي إيمان كو قليو وعكوكو فرانو وناك سواء قلبي أو كدك يكو عسلي هاي وردينت إلهي أقو إزاي يا شرف دينت زيكو جرتا حديث كاتين أوني ما أنو ومورشنا وذنوبتا يمعاشدا كمي دامد والبنا أبا المركي دي لغو شاقي حديث كوديسة أيين كوهينا وحاوه الرأي زندة أو حوت المامي حديثكو زنادو ضدكو مركي السمين زنادو إلهي وحكوت المامي الشيء فالحن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا والزنادة هو دواننا وشيء حنب إلهي سبحانه وتعالى والزنادو حديثكو حوت المامي وحي كينيسا ويا السبب النقونيسا عضره يصاب النقونيسا عضره إنو قرار إنو يكوى إنان قرار إنبا شبت على قاعدة أو تدخل يقاني مك زين القف وسمايو أي دسكي داي وحي لي قيرو كفا في دون كبو على قاعدة يا وحبطنا هذا على قاعدة إنه وين نكرناين وعذر الله ما رلاي هدو إنكيس زين الصلاة قاعدة رسولك إنه شيء صلوات الله والسلام عليه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هذا الوحي بقول يا رسولك صلوات الله والسلام عليه وح رسولك إنه شيء صلوات الله والسلام عليه قولي رير بني إسرائيل عذر الله صدر الله عقابي الطاعون رجس أو عذاب أرسل على بني إسرائيل طاعون كعذرك لهذا وعقاب إلهي سبحانه وتعالى صدر رير بني إسرائيل مركا دي معاصده وحي كينيسا عذري كينيسا زيد مركا عذر لغا دخريا وحكرو حديث أي تلمانتي أو رواية موطا مالك سوغان زينة وحي كينيسا غير بطن تكون دينتو وروايات كلا وحي ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت
فاحشادو كما دحفافتو ددك دحديسا او زنادي اه الا غيردا كبدتا ولا دمانيا حديث كان سنه وحوي وروات كلي وموطا مالك سوغان وحا كميدا زنادو وحياباي كيريسو ان ان دعاده لا اقبلين وين نقطه مانع حياباها كبائرتو مانع وين نقطان. وحديثك امام احمد الطبراني باي وريين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الباب ذا صمد على فراغ تفتح ابواب السماء نصف الليل فينادي منادي ها بركه يا الفراغ الباب ذا صمد هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى هل من مكروب فيفرج عنه يعني ميد الله بري يا الله اقبل ما جرى يا وحويدي سنه وحسياوي ميد كربيسن ما جرى وان كربده كفيدا فلا يبقى مسلم يدعو الا استجاب الله عز وجل ما جرى قف مسلم ادعي استوقتك الا الهي سبحانه وتعالى دعاء وكاقبل الا زانيه تسعى بفرجها هوين زانيه دعه وحبن كيدي كشقيسن سموياني انت كون دعاده ولا اقبل يا رسولك نو شيغي صلوات الله وسلامه عليه حيث كان صحيح زنادو هي كم تاي كبائر تواوين كبائر الذنوب هي كم تاي ابن القيم وكرمرك هذه وحول هذا وحيابها منكرات اما كبائر تدوك اي سميان يدو زنادو صدح قضب هي كدو انت وامد هرتا دو قفكو يا قف gursade oo guur xaala soo maray ama nin haado ama qof dumar ah haade de dhagax baa lagu dilaya oo ciqaabta la marinay waa ciqaab xun sidee shahwada u macaansanay maray ka timi jirkiisu waa dhagax dhamiya ciqaabka meel kasta ka dhamiya hadii uu ahaa qof aan ahayn qof soo guursaday oo dhalinyaro ahna laba ciqaabood baa loo kulminayaado in boqol jeedo lagu dhufto سند مسافر سنة غرفته مركا حقا مركا لغا ايغو وحاد مودا اني كدو انتهي عقوبات كي كره اللي مرينة يي حدودها كره طلبات وحبا ترالها ونقوني وحا تريد ايو ان حريسة شيها وقلنا با قرآن كي روش ايغي تصدحات وين ضد اي مادان وماشا لغو فلين ايو حد كالغو فين ايو ويني سو حاضران الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وكان لله سبحانه وتعالى لباتي لو حكم ده المهد لنا يوحكوتها لبابا يوحكوتها والزناد لباتي لو حكم ده إنو أدونه كصابيره qof markaa dhibaataysan ba soo biiraya oo marka ilmahan magac loo sheego ana baah lahayn wuxuu noqonayaa qof markaa in leh oo goob soo fariisay shirka golaha ka cararaya sheekada waa ka cararaya ilaa magac baa loo sheegaya marka ninku wuxuu ku nool yahay qofkaas walbahaar ku nool yahay alaaban wax halkaas qisas ka dhacaya hooyad bay diray in badani oo kamidii naabaay meel ku sheegay intuu yiraahdo walaal yar qofkaas si qaar badan saas u dhacay baan la soconaa isaga qudhiisu nooca inuu badi u jeclaanayo mar haddii isaga qudhiisu balangafeyl yahay oo aanu meel fiican ka haysan khadka inuu isaga qudhiisu noqdo qof nooca soo biiriya oo xumuu ku yimi inuu raadiyo yana wax mutawaqaca oo dhici kara weeye marka xikamta loo dejiyeena guurkana in dadka noocaasi aan ku soo biirin bulshada ee nasabka la ilaaliyo waa maqaasida shareecada ilaahay subxaanahu wa tacaala soo dejiyey waxay keenaysaa zinadu usrada inay burburiso oo qoyska gogoldhaaf haddii meesha ka dhaco waxay noqonaysaa reerkaas ee kale shakiyey waa isu dhaqmay uu noqonayo waxay keenaysaa abwaabta sharka oo dhan iyo abwaabul halaak bay keenaysaa weliba iyada kaliya maahe waxaan hadda gaaladu ay aada u faafinayso oo la darabo in dowladaha islaamka iyo laga sharciyeeyo oo ragu inay isguursadaan naagu inay isguursadaan فساد كيس كد داغ تجي يقول الرسول كهذا صلوات الله وسلامه عليه خطرت يعني تاس ليه ضاين وحديث برسول كحول أي أرسل ملك ولينا يوم وما طيد اللح شيء هذا حراشته فعليهم الدمار
هلاك باكر كذا فوريد لحش أمور هذا اليوم. إذا ظهر فيهم التراعن سبار كان عاوز يدخل هذا كبدته وشرب الخمور خمر جهدي عبان ولبسوا الحرير ورقي حريته يحدان واتخذوا القيان هو الله دي يدور كيسي إيه هست تري مارتي ثم أنا مارتي أي يشان دمر مارتي قالوا الله دياري ولا مارتي قولي أنا وقولي هو الله يبلاي وجروب كنوع عسا هسا قادي وبحد كور تاجن والتقى واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء رجونا رجوا قاف طومه وعوية ولوات كوحلي هذا أما الدمر كدمر هو قاف طومه ضد كأمدة سهلاك بكر كذا فوق الرسول صلوات الله وسلام عليه أنت وحدير مك آخر الله يسلط تقو زين هذا مركو رسول كورمي صلوات الله وسلام عليه وحليه هاي هبين هبين هذا كم إذا لقى الله ملك بأي مكحيم يا رب ذنب على السومري وعيابي رسول قال السومري وحكم إذا قالوا كتير تمال فورنا ما يشان فوري قال قد بو وحقه وصلنا كبلارن حق سرنا كعيريا وضبك سوى الكل وقا قوي ورقي دمر ضبك بس أو قوية قال سامر كر صوت ورا دنا دبل لو عيني ما يشان كواس محيين كوالك كتير ما كسر كواسي ورقي دمر كيز دنا كشقين شري مركا عقابته خطرته على رسولك أوجه صلوات الله وسلام عليه. زين هذا مرة دين وقال لنا وحن كدير كدرينا وحيابها كينية دائرتها حل جن شوكته فحشد وافضطه. وأنا مهم لجوع الجليو وحيابها سبب يوح كوكا ضعف الإيمان. قف كهدي إيمانك يكحنا شاه ربي وهو صلعه وحافضط أنا يا مع أستين الصميو والزنا كله عف لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن كزني سنة يا الله يمن ما يهوش يسقى مؤمن أبو رسولك صلوات الله وسلام عليه وحلقوا تلمامه في سورة المؤمن حق يظهره مركب تلمامه هلقى بحين أيوه قف كمؤمن كي وناك سنة الليباني والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مرومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون مركا واكوا حبن كود إلهينيا وحي كإلهينيان زني كإلهينيان وحي كإلهينيان لواط بك إلهينيان وحي كإلهينيان سيغيسي استمناء وحي كإلهينيان لفروجي محافظون مركا قفك مؤمن كي توصر وقماني وكو جرا إلهينتا حوك لبا كو جرا وحا الصوابة صاحبك حن ودليرتو قفك مركا ودا شيء في عين وحلقا يابن تربيزك وعريد لكن نبا ميلو فلسطين مد باهري وحنس يقاني أو شقنا يقيني تذكر أنت بدن بالود يقاني وحن كدعاء وحاس سبب ورفيقهم سادرت البشر وهذا يكون عليه وتحج لنا يا صاحب كإلى دورت صاحب ونكسن صاحب كحنس كإلى عليه تذكر صاحب كحن بالومية وواصاب كمذا وحكمذا وقت كان داين يشوقنه وحيابها الشهوة دقفك كعينيا وبارك السوشيال ميديا وحكم مقدا إيش هذا أركيسو إجا أنت القوة يستوى حبلا قد عوانا يو دمر كقاقون في أفلام تجنسية وحلا دعوانا يو ماشان واحد نحكي فا اللي قال دي هالك بيسات الله أنت كودي قطعي عالم قوة دون وكر حدنا هاي ولا يشوف كريم ماشان مرجع ويا نسير بالي سو هلا إنك استولى جاي بدي واحد بدنا خير أنا تدخو إن نبى مارك تي نبى إنسان تعيل كين نبى واحد بكيني دونا لكن ما كاني جهودي بحين أيام جهود إن بعادي ما وحماشة يعني كعينة يا دائرته إلى صوتي قيو حيسيس له أو حله هذي لفرة وحكة سوري حبودنا قاول وحكة صباحية مركز تاسوا وحيابة آد يا خطر توا كعينة يا شهوات كدائرته أولي مركز فراغنا وهران قفك فراغ إيش كيستو ووحنا نتعاون أيو وحيابة آد يا آد صاب نغنكرة وح صاب نغنكرة إن أي كم غناطو حلكي دتكي مسؤولية قاضي والدين ده علماء ده وحجرت عدك استوى ضدك بروشدة عليا القوم أمده جانك ده هي أما مسؤولها جوريجا هذه مسؤولية دي أي لونته ووحيابها سهل كلا رنيرتو إن أي لمان وأنا سكوب على رشي إن أرنتاس إلهي بقران كسر كل قوة أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يعني نفتينا يهلك النار كبت بادية مركا إن حلوين ليس صاروا وقف كان أنت تكون دارسه
إناد نلوشي سرادسيد وشقيسيد كهذا الشيء ساد هرمر تعليمات وصلين لهيد دينتي سيوح بكوريسا وحعلاجه نقنية ودواء نقنية ورسولك نوشك صلوات الله وسلم زي زينا لغا بحو وعذرك مهلك وحلاقة وحبابين يضرق ويقولح بعان دواء ديسو وحكوك أقورك وإن لو قوري يضرق لينوت أقور سدان وحمرك أوضو له ورسولك صلوات الله والسلام عليه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وكي رسولك صلوات الله والسلام عليه ولقف مركب بقي والأتر ترسي وصدح إلهي باهي الكودة وعكم إذا صدح هذا الناكح يريد العفاف ومد قول سنة يو يعني نفتي سيوله سيدور إلهي باهي الكيسة وحقاقا وصبابي والده واسكفي عنتي كل حاجة ميقا وحي السماء وحالة كالو نكو مردو قول سبال كالابا ومركبا قول قوافودي مقال دي والغاية كيف دوناتو لكن ميقا وكالي لغن كي صمال دي هوري كالا ليس يعني قفك دمارة قول سنة حوالا مركب حالي لو سوى بحنية لغن في عن بيه وحكم دا وحيابها علاجك إلا قابح هي الزنادة صومك ونوشك رسولك صلوات الله وسلام عليه ومن لم يستطع فعليه بالصوم قفك أنا وودو لهيني قولك كاري كاريني ها صوم وقفك مركب دي الصومين يهي ونقول الشهوة دي سيبا دنسن وحقاوه سعشان كاريا وحصد حيني إسا أدي حيرك ربي قاعد كده حيسا إن أدحوش سه أوقفك ويسكت يا مركز تبع عباداتك قرآن أخرسك يعني توصنانتا إن أدي لا يحيرك سحوش سه وقدك منك إن الحصوص ناتو يسرتاج بين يدي ربك إن أدبر قيام اللي جسوا تاج دون ربي أورتيس والله قارن دون أتذكر ذنب كذا وريبه لو محوصة تامان أنت ساي ساي شيء ورمحوصة تامان انت دوحة سوي سي ورمحوصة ها ربي وان حصوصة كوهو مكاسي بغية سبحانه مركا قفوا ينبقى واما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قفكي كعب صدا يسرتاق ربك نفتي سنهوى ذكر يبا ونفتا ذوحيلي حاتم الأصم نك أي ماذا مشايخ العلماء يبوها سلفك وعيري ضد كمان عجيبولي ضد كمان كانوا في الصلاوة عجيب وحي صوب حي ضدك إنه أنت وضد بدني ضد بدني هو ذو ديني راعي ونفط وضطه نفطي بوضطه مركز أنا آية آخري بولي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى هوى دي وحي وحي نفط وشعشة وحمانة بهو اللي هذا نفطه زيني ربطه نفطه حوالين عليه ربطه نفطه واحد شيء ربطه نفطه واحد دون تيره نفطه عبادك تكتير ربطه نفطه مركب حويل مركب سان وحنقو آن قاتي إنا نفطي ده أنو هجاميو آيات ده سنقول لغا مركب سان نفطي عنكو دي بيوري سادرت هو مهم جهود بدل إنو قف قب حيو النفطة دي انت توسلي قف أما الشيخ هادو قفكو أما قف آن شيخ هاين ها هادو هل جنك انت تكلم أنا يسو هل جنب النفطة تكون شتا ولا الدوري هل هو قاطع النفط هذا؟ النفط هذا عاد قريصة أو تربية يسوع، وكني كلا والنفس كطفل انتهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي النفط كورمي النفط واسطة المها يركله المها هدي الناس كالله يقوه والناس كالله يقوه سيدايو الماس محو سمينا وسكن نويه وسكن شقي وليبه وسكن وطنية لكن مركن بس كلاجوا شو شيو والله أقول يده وها قرية هذا وتنا واحد طنا كمره هذا ده يا ناس كم خيال قصونا يا ناس كونوا قاعدين ولا محد يشجع واحد قرار سمعت مع سيدنا وعينك هذا ده حماس سمين شفتي وأتك أقول الصي مدة هالجنتي هالجنتي هالجن بعد قشي وهالجنتي وهذا شيء واحد وضبا ما كان وده كرير يدي oy da dhaacday karintaad ka tuurtay waxaad sameyn kartaa marka dib u noqon maysa marka halka ku hayway waxay macaansanaysa marka iimaanka iyo diinta iyo wanaaga ay ku soconaysa marka nafta haweeyada kaliix iska jir waa haday baash kula tagto khatooreed wax saar ma naftaas salaf kale juhudku bixin jireen nafta in la gaajiyo
وحا كم ذا وحيابها زنا ذا الله يسكي غيره ودعاده قف إلى إلهي بريوه ربي با حنونك كعذرك كاقاتي نبا رسولك ورسولك إلهي وحن دون إياه إن الزنا ذا إيه فصحته وصو إسلامي كما رمي باشا مركا سوري هو يدا اللي قزنا يستمع الله شعشاه ماذا دي تدكونا هو ينقض الله شعنا ولا شيء اللي قزنا يستمع شعشاه ماذا تدكونا ويره الله شعنا قبلها ويره الله شعنا إذا زنا مالك عشاء ماذا تدخل يدينك الله بشارة سعقلي ولقنا يرسوك مركز ودعي اللهم اللهم حسن فرجه وطهر قلبه هذا عنك إلى قل قلبي سنة حسلي حبك سياري ما أنت بابو حيقول شيء قلبي يقبل حبوري مركز دعاء قفك ونبت صدق وربي كبر يو وحيابها قفك إلى علينا يكوب بادي ويا والنبي الله يوسف عليه السلام markii naagi iyo wixii la isuu dee oo ah lagu qaaday wuxuu yiri rabbi sijn uhabbu ilayya mimma yad'unani ilay wa illa tasrif anni asbu ilayhin wa akun min al jahilin yani rabbi waxay ila doonayaan jeelka way dhaama hadii aad niga leexina dewaan walumaya xaqoodan wiilanaya rabbi u bariya marka rabbi ba قلوب تهيا ربي باك توسينيا ربي باك حاجه ربي قامك ود كخناته ودعاده بسطه وحال لي وخي مثيرات كانا اي كو كينيا ويد كديراتا او كوي كتاي ارغي داوشده داوشده وحال داوانيو وا ميلها او خطرسن قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يقضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن مركا إيش إلا لابو وأن نفتا ذا حكما يسوه وبالك نرد داوانا يو إن نفتا ذا كقولي سوه تها إيشاس إلي كومو قولي يعني حسكا بالا دايموتو كومو قولي سورة النور بإليك ورمي يا قفك بركو إيش إلا لابو إلهي قلبه طهير ريا لذلك أزكى لكم تطهير ينظافة بأسوه بحيسة يقلبه يسونه نورا بأسوه بحيسة ولو حيابا خطرت وعكمي ذا قفكو مركو وحي داوودو صور ردي و اركيا قلبي كي صور ميا سمو قلت قلبي كو هريان قلبي ما كو هران تفكير با بلا مانيا و كو فكري وحي مركو فكرنا بعد غو با ماني سمو قلت ما كمان تورو بالا دبو ما تورو داوانيي و قلبي سي دغاي مركا وحي و اسكو ما وين و حدا داوود و خيغهغو الى بوقتا هلكان شيفت قلبي و شيفا و حيابا خطتها ما خواطرتا وحي قلبي كو سو دحاي و واد كلا دغالانتا ادن او غلانين قشن قب ويان قلبي كو نكون قشنكم وحنا نقول صور عضوي أنا قلبي أقول ابن القيم أبو حنيفة رحمة الله عليه مداخل الشيطان الباب بدأ لربنا الحده الشيطان كوسه ركاب سنة يوم ولع الباب وحول فضول الطعام ونظر بعند ما أنتوا وحسك أنتوا سيد دانيكا وتساون طليقته دي عندنا فراب بدو كل بيسا عف هذا كل بيسا هذا وترى ميلك هذا وده هم هم هذا كعيسى وده ميلون عيسى هلا بدو كل نيسى والباب لقى سوكله هنا عيسى كي يريو رسول صلى الله عليه وسلم وش هاي دين العروش يصدق ما وضو قيبسه ثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي عارف ما هذا نريد وعن ما هو ينروش سوى بيد وعن كلام بدو في الفضول كلام هذا كبطن والقصة ركاب سين شيطان هم يروحوا سجلي هذا ما انتوا رشة كينسوا وأذكر دريا ما يسوع ذي الذنوب إياه وح ذنوب تهذن ويبطن إنسا قلبك هو بكون إياه حنت إياه غيبة إياه وحبات كشيء كين هذا الكعب بطن مرك هذا الكعب هيا راوت فضول النظر بالديموتك ديراتك ديمات ديراتك وهو الشريعة خلاف سن إن شيء شيء ستمر بوعكته وتخطرت أو شيء دام خصور كعب سن يوم إمسالك كويسة يا ما يرسو عطرت إمسال إذا صدح فضول مخالطة سمعت ده واحد يقول كذا وفرد كتير كده أنا عدوا بس كده حكى شو مرة ما خايف كشكا يسوع بلا ما ركز أنا بلانا الكهرباء من الجي ما أنت ولا تقول له شيء تاع شكا يقول له شيء ده مخالطة كنا ده قالوا خايف كده قال لكن مر بينا دنيا ولا شكا يسوع تو مر بمركز أنا كشكا يسوع ولا تكون ثرثارا في كل نادي تخطو أربعة وعشرين كشيء عيني هذا يقول إذا وين ده يسوع مركز وشين كوين كألف في يوم مركز أفكار قايلها شو
dhaxalka dadkan waxa way dhaxalka dadku wuxuu keenaya tabaaci baad ka qaadanaysa dhaqan baad ka qaadanaysa waxa laga yaaba in dadka qaar baa wuxuu jeeyay muqayyim raxmatullahi alayhi dadka qaar baa wajac udarsiya wajac udarsi waa qaws xanuun qaws xanuunku inaad turtamo yaani deelad meesid marka dambiga waxa ka yacyaacaya dhibiila ka soo duulduulaya ee dunuubta ee xanta ee waxayga ee wax sheega ee xumaanta kugu soo dhacaya waa dhibiilo khatara marka iska ilaali dhexgalka dantaada ku haftoon fuduul istimaac dhegaysiga inaad hadii dhegaysato waxaan bannaanayn xanta qiibada heesaha muusika waxyaabahaas dhegaysto waxyaabaan bannaanayn fuduul manaam hurdada badan inaad maanta oran jiifto dee nin jiifa xagu tegi wuxuu yidhi ibnu jawzi baa wuxuu qoray ardaygiisii ee wiilku dhaado xoogaa yar wax haysmay ayuu risaalo u qoray uu bixiyey laftatu lkabid ilaa nasiixati lwalad buu qoray markaas wuxuu ku yidhi war wiilyow markaa sheeko dheer bay iska lahayd wuxuu adiguun qoonsimaad xagga tacabkiisa kutubtii buu iska ibsanayaa kutubtii xoogaa intu yar wax haysmay ayuu markaas aad buu hadlay kitaabka wax badan ku qoray cumrigu ka hadlay marka wuxuu yidhi wareedheer haddaynu ka soo qaadno lixdan sannadood soddon sannadoodna hurdo ka soo qaad inaad seexatay shan iyo toban sannada waa intaad yeelayd waa shan iyo afartan maxaad janno ku gadan doontaa maxaad goobta la iman ilay jannada waxaa lagu gataa waxay u baahan tahay alayna sicata allahi alkhaaliya alayna sicata allahi camal bay u baahan tahay maxaad la tegi shan iyo tobanka sannada soo harayna meelaad ka sheekaysa iyo meelaad wax cunaysa iyo meelaad maa iska baasha waxaasay noqonaysaa marka waxa weeyaan qofku inuu hurdada badan iska ilaaliyo oo intii loogu talagay inuu ka qaato qodobka labaad walam yanqusu lmikyaala walmiisaan ilaa ukhudu bisniin halkaas waxay tusaale u tahay dee qofku waxyaabaha miisaanka iyo halbeeg baa laga hadlay wax badan baa soo geli kara ribadii baa soo gelaysa waa mucaamalada qishka oo dhan baa soo gelaysa oo ribada nafteedu marka shay la jinsiya lagu iibinayo dee waa la kala badiyaa nuqsaan baa gelaysa kala badintii waxaa mid baa badan mid baa yar marka nuqsaanta wixii beeca qishka ku saabsan wax kale iibsiga noocaasoo dhammi isna wuxuu keenayaa oo mucaamilada ganacsiga ku saabsanoo xumaata oo sharciga khilaafsani waxay keenaysaa in abaar laysku salido oo faqrigu yimaado oo ascaartu qaaligarowdo oo xukun xun lagugu salido ayuu rasuulku sheegay salawatullahi wasalaamu calayh waa de miisaanka in la oofiyaa waajiba waaqiimu lwasna bilqist walaa tuksiru miisaan waawfu lkayla walmiisaana bilqist marka had iyo goor miisaanka wax kastoo wax lagu miisaamayo lagu halbeeg kuu noqonaya waa in la ilaaliyaa miisaanku waa noocyo badan yahay miisaanka maxsuuska iyo miisaanka sharciga inta waa in la ilaaliyaa oo rasuulku salawaatullahi wasalaamu calayhi wuxuu inagu baraarujinayaa dee inay khatar badan ka imanayso mucaamalada haddaynu xumayno oo wixii la kala ganacsiya wax la kala iibsanaya haddii qishimaado qishku siyaa badan buu iman karaa waxaa qur-aanku uu xarimayaa oo fudaydinta oo qofku markuu isagu dadka wax ka soo iibsanaya in wixii iska dhammaystirto markuu u galaamaynayo wuxuu miisayaana inuu maaragtay nuqsaamiyo waa ka ilaahay suuradan ku keenay weylun lilmutafifiin alladiina ida ktaaluu cala annaasi yastafuun marka abaaraha iyo sicirbararada iyo waxa waxaynu keenaya arrimaha noocaas oo halaagaas keenaya bukhaari wuxuu baabaysanaya baabu intiqaami rabbi min khalqii bilqaxdi ida intuhikat maxaarimu yacni dadku hadday xaaraanta ku dhacaan tani waa namuudaj iyo tusaale keylkiiyo miisaanka la nuqsaamay waa tusaale macaasida iyo xumaantu waxay keenaysaa sheekhu suuxi baabka u dhigtay in ilaahay dadka intuu cadhoodo abaaro ku rido hadda ibnu kathiir tafsiirkiisa wuxuu ku keenayaa mujaahid qowlu leeyahado ina albahaa'im talcanu cusaata bani aadam idaa ajdabat alardu marka dhulku abaartu dhacdo oo dhibaato dhacdo biyo la waado abaaru dhacaan xayawaanka noolee ma yeedhaanka ahi habaar bay u taagsanayaan dadkii maarata bani aadamka kuwa idinkaa noogu wacan waxaa habaar baa qabtaan marka waxa weye waa habaarayaan waxaa kale oo saddexeeya walaa manacu zakaata amwaalim ilaa manucu lqatra min asamaa zakadu waa rukni min arkaan alislaam oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qofkii haysta wuxuu nisaab wax gaadha zakadii inay ku waajibtay laga doonay inuu bixiyo dadkii masaakiinta abaale dad ilaahay siiyey oo asnaafaba iska leh haddii markaa laga manciyo oo la siin waayo dee xoolihii iyo wixaynu haysanay barakadii baa laga qaadaya dee roobka la shubi maayo zakaduna waa ka meel kasta waxaa ka meelo badan qur-aan ka mid ah
صلاتي الزكاه بلا لماني حكمه الزكاه كنت شفت حوار قاضي نسبه قاضي وحير ما كدب له حساب صدق هو واحد لو بخيله ماها حكمه اللي قدن لي هنا وحكم دي مركه عباده ان تلقى يمادو الهي با كو ظهيرنيا او نفتاده ايا لو نظيفنيا بخيل نمدا يعذرده نوعا سرغا ساري بحين تحولات بحين ايصو واحد كو هليسا ان الهي حولي كو ترميو اي كو بطن خذ من اموالهم صدقه تطهيرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم حولك قد بيلي سبحان الله واي كينسا وي طهيريسا ونفتو دي قفنا دي فنيسا بخير نمضى كنا نفوريا وحنا قونا يقف مارتي قوري العحولة بحرية وحولي وأو زيادية وأو بطنية ملك إلهينا اللي تجاري استالة دونية قفكي برطي ملكو زكادة بحيي سي إلهي وعصيه قفكا سامركا دي قرانية قيمة حولو إلي زكادة بحين تدو قيمة إليه وعقلو كتشيرو كسو كان إن بلشادو أي باهيدي نحن التلاي إسلاماتو وفقراتي مساكينتي kalgacalo iyo isku duubni ba imanaysa oo maaha ciraaqo colaado ka dhaxaysa qofka faqiirka iyo qofka taajirka faqiir uu hanqal taagayo isasa ugu hayo in kaar qabaas balka waxa ay u dhibeeyaan farmanaanta taagan imaha ee waan in aaminsan in Ilaahay saa xuquuq ibshay isaguna xaqiisa u leeyahay waxaanu kulahayn maaragtay wax ah wax loogu mana sheegtaan u hayn ee xaq Ilaahay waajib yahay halka waxa ka imanaysa marka kalgacalo iyo isku duubni wanaag marka zakada hadii la diido waxa imanaysa abaaro ayaa imanaya biyaar aan ba imanaysa roob aan ba imanaya waxa laga samayd baa la xiraya taas waa nooc ciqaabta kamida ciqaabta kaanta way farabadantay oo rasuulku noo sheegay salaatu allah wa salaam alayhi maal kasta oo aan zakada laga bixin maalinta qiyaame baal abeesa baa lagu soo shabahaya maalkaagi markaas uu samaynaya intu afka ku gashada qowlada ku rito ay ku hormay garanaysa marka afka ku rito afkiisa gasho maalka may taqaana kaanahay war isu kaashay ku garan maayey meel la wadgiye meel aad maraysaa maalkaagi maana maalkaagi maana ana maaluk ana kanzuk saas waadiya marka maalkii aad ku tabacaysay ee zakada ka bixin weyday ee meelaha bangiyada ku xareysatay ee qasnada ku ridatay ama ki geel haystay geel is maalka dhowre ilaaynayay maska subri ku noqonaya afka ku gashanaya marka inta goor goor tahay waxa way iska gaad qodobka afraad ولم ينقض عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيره الى بلنك الهي يا بلنك رسولك ادي بريان الله وحك صليدا عدو ان يهم صليدا بلنك نعيس وبدين بلن اتقف لك شهبر وقت كاينو اهات بلنك الهي تقول جيت دينتو او دنبا عهود يا بلن اه صاد وعهد الهي تقول جيت صونك عهد وبلنك وبلاريه balanku waxa noqonaya qabaailkii heshiiyey balan galay shirkadii ku heshiiyey balanka galay wax ka dhixiyeen aad baa cuhuud ay u fara badan tahay qofka marka balanka in la fuliyo waa shay waajib ah waawfu bil ahdi in al ahd kana mas'ulan burinta balanka la buriya wuxuu kamid yahay min kabaair dhunub wuxuu kamid yahay calaamatu nifaq oo ilaahay subhanahu wa ta'ala mar ka hadlay ummadii horena qoladii yahuuda iyana sababaha ilaahay ciqaabta ugu riday oo balanburiyada kamid ahayd fabimaan naqdihim miithaaqahum la'annaahum waja'alnaa quluubahum qaasiya yuxarifuuna alkalima can mawaadicih waa kale subxaana wa tacaala burintay buriyeen balankii ay ku jireen sababtiisa ayaan u nacdallay oo naxariista ilaahay ka dheeraynayba ilaahay subxaana wa tacaala marka waa cuquuba muuqanaysa cuquuba haddii qofku balanka uu ka baxo nacdal baa kugu socota waxay noqonaysaa in qalbigaagu adkaado ilaa waxaad khilaafad ku jirtaa sharciga ilaahay khilaafaysa waxay noqonaysaa si xadiidkan tilmaamayo in ilaahay cadow kugu sallido oo ummad cadow ku sallido cadow aan yaan iyaga ahayn oo waxay haystay wax ka mid ka qaaday demaanta cuhuudii marka bulshada dib loo eego ama dowlad dheh ama maamul dheh ama shacab dheh balanku waxa uu inaga joogaa kuwa siyaasada dhexbooday wax ka dhexeeyaan bayntee shiyan bay leeyihiin haddana ay usoo khilaafayaan waxay meenta ku heshiyeen inay khilaafayaan waxay ku ballamayaan waxay khilaafayaan way soo haystaan marka ballanku wuxuu noqday wax iska caadi qofku fadhiga meesha marka ku cad doono ka bixi karo arin saar maarintaas marka saaray wuxuu nagu saliday caalamka islaamka cadu bay leeyihiin gacanta u gashay oo hadaan u haysan oo ciid ahaan u haysana si ka lagu haystaa hadaan talaal gacanta kugu jiirin maxaad haysataa hadii lagu maamulayo
هدينا هذا تاجنا هاي إن وادين بشر الصومالين وحولنا هاي طلدي بيش عالمكو هوش محي محي كركي وحمرنا يان ميرفع من مرة يان حيسو تشيديان بيش عالمك أنا وضع حبالي ولا شو لوين يدتك ميرفع عم بالمرنيا مركب واحد مودين صبورة إنما حريص قال كي إلهي وناش يا جاي يوم ما دعوا جاي ده انضن كعلى هاي وواحد ضن وقال وكاله يمشوا نينكي آل كديجي ورجوتوي نينكي آل كديجي ورجوت كيدي بكديجي ولا ورجوني عليه ورهبلو إرجعن كوي بلنا بس كهبل بعديدن هبل سوق قبو هبل قبو وانكي آل كنكي وانكي دخل قيبي وانكي كل جوجوي وانكي هذا خلاه إنه مال حن كديجو وانكي ترى هذا دولان كوا دبته تجمع كمتر وحويان وح أنت صرنا كياني مركع عهودة ينبورني أو لقن كي أين ونكسان ولا هنا الدينه وما دوي كتكت أو أي وهاي كل شيء أنا سكوا فق كرين أو تراني صار صار كرين إيه له مركع عدو كله جعنت وقليه أو وهاي يستين وح كم دو كقاضو حد كدي يستد عاد يكون واقع كارليه وحده وجرويان وحاضن بيا أي ما دو هدي أنا يكون حكم من إله الشرع جيسة وحالا دحدغا عقاب يو عراض ايا دحضر لغا وإله سبحانه وتعالى شرعة نو سودة شيء وشرعة نحريسة وشرعة عدلة عدالة وحالو قارية شرعة الإسلام صومالي وحكا تاهيسة لبقى تاهيسة تاه اللي سوء أمين إليه عدل بالوهي وحالا لا يقفوا لبقى وحالو نبارنا يقول ظلم يسكو حد قدب وما دع عدالة بعد يقطه وعن قبيلة الشيء جي وحكن معنا مرك الله هلا وما تجر صار الشرع إله إيو ودور أكسن هيسا طو عدل سمين هيسا شكل مسكت ما هيسا ودي قبيلة دول تبقى تجر سوق الرسول صاري ماشي وحمد المريس لكن رسولك ويحول يوم حكومة دل النظام الله وصعده صلوات الله وسلام عليه عدله مرك عدل جوا الشرع هذا نحريست جوا الشرع هذا كلهن كده اسكت دومني من ما شرع الله وهلا وهوية مركا هدي تال وين هو نفسي بعمر أيوه أنا فحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وكان سبحانه هو ذا الرائع ثم جعلناك على شرعة من أمري فاتبعها مركا شرعتنا معنا بلارن وإن لقوكتو مركا شرع على السوق هذه حكم جزئيات معينة ميرا قارقار وإن شاء الله هي ما هي شرعتنا نظام الأولاد أسرة قويس لقب بلابو من القاعدة القمة إلى هير مدحوية إلى قرية انت ده حوله هاي صورن كذاك الدين توا شيء لسه كذا بيو وما طورن لقدون يو سمر كان لوجب بعد خلاف وحيرة لنا ده حد يجي عالم كنا ده حد يجي ولا عالمه بتبادين وكتابك عالمه حيرة ده قاعد تبوري نيسن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وضت يوفع بدون كتب سنية ورياود يا سمر اللي عالمك مركا إليه وحنا كرجينا سبحانه وتعالى قال يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها والزكاة أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.